الطارف موطن المرجان والوجهة المحبدة والمرغوبة للمصطافين الجزائريين بشواطئها العضراء وغاباتها الغناء ومركباتها التي تحترف الخدمة السياحية الرفيعة. تطبيق الهواتف الذكية المجاني مرحبا الطارف تطبيق أطلق لتعريف الجزائريين والأجانب بمكنونات واحدة من أجمل القبلات على شواطئ المتوسط. هذا التطبيق يحمل عنوان مرحبا الطارف، وهو تطبيق للهواتف الذكية يمكن تحميله مجانا للترويج السياحي للتعريف بالمؤهلات السياحية للولاية، سواء مسارات سياحية أو مواقع سياحية أو حتى الخدمات المطلوبة كالفنادق، المطاعم، النقل، الصحة. مدينة الطارف التي تزخر بإمكانيات وقدرات ومقومات سياحية رائعة جدا، يعني يمكن أن تكون إضافة ليس فقط للاقتصاد المحلي وإنما للاقتصاد الوطني ككل. طارف ولاية ما شاء الله مضيافة ساحلية يعني جميلة، فيها محمية، فيها يعني كل شيء، تقدر تروح البحر، تقدر تروح للغابة، تقدر تروح تشوف حيوانات، يعني ولاية يعني ثرية. مركبات فندقية ومنتجعات سياحية ومدن مائية تم استلامها بولاية الطارف على غرار القرية السياحية البطاح ببلدية بن مهيدي، أين يلتقي الشاطئ والغابة والجبل وزرقة المياه في مكان واحد. طاقة الاستيعاب اللي كانت 2264 سرير يعني انتقلت هذا العام إلى 3100 سرير، فيما وذلك بعد فتح العديد من الفنادق والمنتجعات الصيفية. في 2023 كنا شهدنا 17 شاطئ مسموح للسباحة، هذا العام زدنا فتحنا شاطئين مسموح للسباحة، يعني ولينا 19 شاطئ. أولا السياحة في الشواطئ، في الغابات، في البحيرات، في الجبال، يعني ما شاء الله، يعني ولاية الطارف من جميع النواحي. هكذا هي أجواء الاستجمام في صيف الجزائر، أين ترتقي الخدمة السياحية وتقضى أفضل الأوقات.